اولا هذه الاخبار التي تم نشرها كما اوضحت سابقا لا اساس لها من الصحة، وبادرت الى نفيها، وهذه فرصة لكي اؤكد لكم اعتزازي ومساندتي للاخ عزيز اخ نوش وانخراطي الحماسي الكامل ضمن قيادة التجمع، خاصة وأن استراتيجية النهوض بهذا الحزب هي استراتيجية تشاركية تستعمل وسائل حديثة لتدبير الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. نحن في مسار بناء الحزب، وهذا المسار الذي ننخرط فيه جميعا بحماس ونكران ذات بدأ يعطي نتائجه في الهيكلة الجديدة للحزب، في تنظيمات الحزب الوطنية والقطاعية، وأيضا بدأ يعطي نتائجه في الواقع الانتخابي وما فوز الحزب بمقعدين الأخيرين في الانتخابات الجزئية في أكادير وتارودانت، إلا دليل على أن العمل الجاد والعمل الصادق يجد التجاوب لدى المواطنين. للأسف الشديد جهات كثيرة في حقلنا السياسي يضرها أن يوجد حزب يشتغل بانسجام وبتضامن كبير بين رئيسه وقيادته، وتلجأ إلى اختلاق أخبار لا أساسها لها من صحة بهدف الإساءة والتشويش. يجب أن نخرج من هذه الثقافة إلى ثقافة جديدة تستحضر روح الخطاب الملكي الأخير، تربط المسؤولية بالمحاسبة وتتوخى ميلاد أسلوب سياسي جديد يقوم على الصدق وعلى الشفافية وعلى التعاطي المباشر مع المواطنين، عوض هد مسلسلات خلق الإشاعات والأخبار التي لا أساس لها من صحة.